لكلام ومن تفاصيل لتفاصيل. يمكن معايا عضو مجلس اداره الاستاذ محمد الجرحي. استاذ محمد، بالتاكيد انا سعيد اني معاك وشايف الابتسامه الجميله اللي على وشك بتعبر بتوصل رساله مهمه، ان يعني النادي الاهلي باولاده في اي وقت بيقول كلمته. طبعا النهارده يوم جميل، الناس بتحتفل، يعني الناس جايه من الصبح بدري. يمكن احنا قبل صلاه الجمعه كان سياده المستشار بيقول ان احنا واصلين لحد 5000. احنا طبعا يعني بندعو من خلال قناه النادي الاهلي الجمعيه العموميه ان هم ينزلوا بكثافه. احنا عايزين نوصل لرقم، رقم يبقى مؤثر، رقم يبقى كبير، لان النادي الاهلي طول عمره كبير، طول عمره رقم واحد. فان شاء الله احنا عايزين نوصل لرقم عشان تبقى اللائحه فعلا معبره عن صوت واراء الجمعيه العموميه. رده الفعل بين الاعضاء الجمعيه العموميه وبعضهم، انت شايف والناس بتكلمك وانت قريب من كل الناس، شايف المسافه اللي بين العضو واللائحه كانت قريبه جدا؟ بص، هقول لحضرتك على حاجه. اللي عمله النادي الاهلي تجربه جديده، الناس نزلت شاركت معانا في اعداد اللائحه، ناس بعتت مقترحاتها، المجلس استجاب، ناس حست ان رايها ليه قيمه، فبدات كمان المشاركات تزيد اكتر. فاللائحه دي شارك فيها كل اعضاء الجمعيه العموميه، كل اللي كان حابب يشارك في اللائحه شارك معانا في اللائحه. فالنهارده انت منزل لائحه عليها تقريبا توافق من معظم اعضاء الجمعيه العموميه، فالناس نازله فرحانه ان هي بتكر دستور النادي الاهلي. لمست ايه وانت جاي؟ شفت ايه مختلف؟ شفت تزاحم؟ شفت الصراع؟ شفت السباق على العضو ان هو يحط صوته؟ بص، في الاخر خالص الناس كلها بتسعى ان هي تشارك، بس في الاخر خالص يعني انت زي ما انت شايف التنظيم الحمد لله جيد جدا. الناس ما بتخش ما بتاخدش 3 4 دقائق وبتأدي بصوتها، ما فيش اي تزاحم زي اللي حصل قبل كده. يعني الناس مبسوطه، يعني يوم زي ما بقول لك احتفاليه، الناس بتحتفل ان هي بتقر دستورها. بشكرك. شكرا. يمكن حديث مهم للاستاذ محمد الجرحي وحديث اخر قبله للاستاذ طارق قنديل. الكل سعيد يا امير، الكل هنا مبسوط، ابناء النادي الاهلي بيحطوا دستورهم بشكل تاريخي في يوم تاريخي. لك الكلمه زميل العزيز امير، ولك بكل جديد اول باول.